لا شيء مستحيل لنا في دنيانا. صانعة الأمل نوال مصطفى، حمدانة، محمد مزيك، ماما ماجي، هشام الذهبي، محمود وحيد. حولت الألم إلى أمل. البعض يسميه ملاك الأرض. العمل ما رح يوقف. يا ربي، دول أهلي، ما رح نوقف. لابد أن يكون هناك أمل. من يقينا لا مستحيل. مع أجمل صناعة، صناعة الأمل. المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي. ألف مبروك لكل صناع الأمل. هكذا نبارك الآلاف من صناع الأمل. أنا أعتبر هم الفائزين بالدرجة الأولى والجائزة الأولى كلهم. نرحب بكم في هذا الحفل، حفلاً عربياً جامعاً شاملاً.